السلام عليكم ورحمة الله. أنا الممرضة فزة الصليطي، لي معاناة مع المرض بدأت معي من عام 1437. بداية اكتشافه كنت أسوي فحص منزلي، تعلمناه في المدرسة إن السيدة تنام على ظهره في 7 يوم من الدورة الشهرية وترفع يده على خلف الرأس وتسوي فحص تحت الأبط، أسفل الأبط وعلى الثدي بشكل دائري، وتحسس إذا فيه كتلة لهي صغيرة فلازم إنه ما تتهاون به، وعلى طول تحاول إنها على طول تسوي فحص للعيادات المتخصصة بفحص الثدي، ويتم فحص الثدي من قبل الطبيب، ولا تتهاون فحص أي تغيرات تحدث. مو لازم إنه تنتظر لحد ما تطلع له حبة، ممكن التغيرات هذه تجي نشوفها بالعين، مثلا انخفاض في حلمة الثدي أو غمقاق في لون حلمة الثدي أو انكماش، تغيرات واضحة في شكل الثدي. فلازم إن ما تتهاون بأي طارئ يطرأ علامات غريبة تحدث بأي ثدي من الثدي. كيف اكتشفت يا مرة؟ اكتشفته أنا بالفحص المنزلي، إني كل شهر بعد نهاية الدورة 7 يوم أسوي الفحص هذا، فاكتشفت الكتلة، لمسته، بس إني تهونت به. وكنت أسوي ماموغرام في بعض المستوصفات الخاصة، فكان يطلع عندي حميد، فقالوا أنت 1 أو 2 من الأشخاص المرضى اللي ما يبين أنه خبيث. فلا ما عرضت نفسي على طبيب يعني أخصائي أني فحص الثدي أو أني أشوف الكتلة هذه هل هي حميدة أو هي لا سمح الله خبيثة. بعد ما كبرت معي عرضت نفسي على الطبيب، فطلعت انه يعني ورم خبيث. كيف ما شاء الله تجاوزتي هالمرحله؟ فعلا لابد ان الانسان انه يمر بظروف صعبه نفسيه سيئه جدا، حصل لي بعد ما تلقيت الخبر من قبل الطبيب وانه راح يتم تحويلي مدينه الملك فهد الطبيه بالرياض. صار عندي حاله انهيار، الصدمة، جلست فترة ما أتكلم مع أحد لحد ما قدرت أستوعب، فتم تحويلي للرياض عاجلا، ما خذيت أسبوع إلا أنا متحولة. هناك سووا لي فحوصات وأجروا لي، قالوا لازم إجراء عملية استئصال الثدي فورا، استأصلوا الثدي. بعده بشهرين تلقيت العلاج الكيماوي 8 جرعات، طبعا أثرا على مفاصلي وعظامي وأثرا على الحركة. بعد ما خلصتهن 8 جرع حولوني على الإشعاعي، العلاج الإشعاعي 30 جرعة، جلست بالرياض هناك 30 يوم 30 جرعة. صار عندي تسلخات من الإشعاعي والحرارة، سلخ جسمي، نزل الوزن معي، وصلت وزن 35، والحمد لله رب العالمين، أهلوني نفسيا وجسمانيا وقدرت أمشي، والحمد لله يعني رجعت الأمور بشكل طبيعي، مع أني ما زلت أخذ العلاج الكيماوي لحد الآن، أعطوني إياه لمدة 10 سنوات. أنت تقولين كنت مقعدة؟ نعم، بعد ما خذيت 5 جرعة من الكيماوي ما ناسب لي، أثر علي حركيا وذهنيا. حركيا إني ما قدرت أمشي، شلل تام، ما أحس الجهة السفلي هذه، ما أحس به، كنت على كرسي متحرك حوالي 1 سنة و8 شهور، وحولوني على التأهيل مدينة الملك فهد الطبية،
وساعدوني على الحركة، يقوموني ويقعدوني، يحطوني على أجهزة، درجة حتى يديني سبحان الله تصلبة، ما أقدر حتى أمسك حاجة من أحد. التوكيل يوكلوني بالملعقة أسرتي، ما أقدر أنا أمسك شيء. فأهلوني الحمد لله بأجهزة ساعدني رجع الحركة ليديني، أجهزة ساعدني الحركة رجليني، قدرت أمشي. ونفسيا والله يعني فضل الله ثم الوالدة وأخواني وخواتي والعمل، الدعم، الزملاء، مديرة المركز، زميلاتي بالعمل احتووني بكل عطف وحنان وكل رحمة وتعاون، يشيلون عني بعض الشغل، يبعدوني عن الضغوطات، يساعدوني، يتكلمون معي نفسيا، يأهلوني نفسيا، يأهلوني عمليا. والحمد لله كنت أول يعني خلاص يعني أقول السرطان يعني الموت، جهز نفسي للموت، بس الحمد لله يعني ربي حاط لنا يوم إن شاء الله. بس الإنسان من زود الصدمة تروح عنه سبحان الله بعض الإدراك والتفكير. الحين صرت تمارسين هواياتك؟ نعم، عندي هواية قديمة كنت أرسم، بس بعد ما دخلت بحالة اكتئاب تركته. ليش أرسم وشبي بالعمل؟ أنا إنساني خلاص مودعة، فالحمد لله مركز الثقافي له فضل كبير، ساعدوني وسووا لي دعوات، ورشة عمل، تدريب، ونرسم، ما قصروا، احتووني. ومديرة المركز بعد له دور كبير، آمال عوض عنزي، زميلاتي بالعمل، فهذا له يعني كان جزء من العلاج، جزء من العلاج هالتأهيل. والحمد لله لما رجعت لحالتي الطبيعية. طيب أنت تقولين المدة ما تعرفت عليه؟ أنا لأني كنت يعطوني أدوية فأثرا على ذهني، والكيماوي أثر علي ذهنيا درجة أني صرت ما أميز بين بناتي وخواتي، لما يوكلوني يقولون أنت بنتي ولا أختي، وما أعرف الأسامي. ودخلت مدينة الملك فهد الطبية، دخلت العناية المركزة، أولا دخلت بالغياب والتعب هنا بحايل بالعناية، ولما تدهورت صار الوضع سيء معي، سووا لي إخلاء طبي باخر الليل، إخلاء طبي طيران، واستقبلوني هناك مدينة الملك فهد الطبية العناية على طول. ما صحيت إلا بعد فترة طويلة، صرت ماني قادرة أركز ولا أني قادرة أعرف وين مكاني، وعلاجات باستمرار وأدوية لحد ما قدرت رجعت لي الذاكرة وعرفت ولدي يوم دخل علي. الحين أنت صرت ما شاء الله توعين الناس على الناس. نعم، فأنا أحث جميع السيدات سن 40 أو ما دون ذلك، إن الفحص المنزلي هذا لازم، إذا ما تعرفه لازم تعرف عليه وتسأل. الفحص المنزلي إنه تسوي تحت الأبط بعد كل دورة وحولين الثدي، برضو تلاحظ بالنظر أي تغيرات تحدث بالثدي لازم مباشرة ما تسكت. في وحدة تجينا بالمركز عندنا جايبينها لغصب عليها، عندها تغيرات واضحة،